طبعا يا جماعه نتكلم مع بعض عن كريستالوجرافي او علم البلورات. عرفنا يعني ايه بلوره ويعني ايه كريستال. قلنا البلوره جسم صلب تكون في الطبيعه نتيجه لطراز ذرات العناصر في ظروف معينه من الضغط والحراره، بيديني شكل هندسي او شكل بلوري. الشكل ده معظم المعادن بتتبلور في شكل بيسموه الشكل البلوري نتيجه لايه؟ لطراز ذرات العناصر المختلفه. وليكن مثلا نضرب مثال بمين؟ بملح الطعام او معدن اسمه الهيلايت، مكون من ايه؟ الصوديوم كلورايد. ذرات الصوديوم وذرات الكلور بتترص مع بعضها في شكل، في النهايه بلاقيه واخد شكل المكعب. بلاقيه في الطبيعه واخد شكل الايه؟ المكعب. دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها البلور. اللي قدامنا ده نموذج للبلور. لازم نعرف حاجات معينه في البلورات، واولها حاجه اسمها الاكسترنال كاركترستكس اوف كريستال او الخواص الخارجيه للبلوره. لو عندنا ده نموذج بيمثل البلوره هنقول ان في حاجه مستويه كده او اسطح مستويه محيطه بالشكل الهندسي اللي قدامي ده او بالبلوره. الاسطح المستويه دي بيسموها كريستال فيس او وجه بلوري. يبقى ده وجه بلوري وده وجه بلوري وده وجه بلوري وده وجه بلوري. لو جينا نعد عدد الاوجه البلوريه في الشكل ده هنلاقي واحد فوق وواحد تحت واربعه في الجوانب. ده معناه ان موجود كام؟ ست اوجه بلوريه. تاني حاجه من الخواص الخارجيه للبلوره الايجيس او الحواف. الحافه هي تقابل وجهين، فبلاقي ان دي حافه ودي حافه ودي حافه ودي حافه. لو جينا نعد عدد الحواف في البلوره ديت هنقولها دي حافه 2 3 4 صح؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأربعة تحت يبقوا 12 إيج أو حافة. الحاجة الثالثة من الخواص الخارجية للبلورة زي ما قلنا مع بعض السوليد أنجلز أو الزوايا المجسمة أو بيسموها الزوايا الركنية، اللي هي نتيجة من تقابل ثلاثة أوجه أو أكثر فين؟ في مكان بيسموه السوليد أنجل أو الزاوية الركنية. فهنا لو عدينا عدد الزوايا الركنية في الشكل اللي قدامنا ده هنقولها ده واحد صح؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يبقى أنا كده عندي كام سوليد أنجل؟ ثمانية. كام إيدج؟ 12. كام فيس؟ ستة. لو حطيناهم مع بعض في قانون واحد بيقول إن عدد الأوجه زائد عدد الزوايا المجسمة بيساوي عدد الحواف زائد 2. لو طبقت القانون ده على الأشكال البلورية هتلاقيه إيه؟ واحد كل الأشكال البلورية، اللي هو عدد الأوجه زائد عدد الحواف زائد عدد الزوايا المجسمة آسف بيساوي عدد الحواف زائد 2. يبقى احنا كده عرفنا دي حاجة اسمها يا جماعة الخواص الخارجية للبلورة. ضيف عليهم حاجة رابعة اسمها interfacial angle أو الزاوية ما بين وجهين، وهي الزاوية الناتجة من إقامة خطين عموديين على وجهين متجاورين بيتقاطعوا في الداخل في زاوية، هي دي بيسموها الزاوية الايه؟ البين وجهية أو الزاوية الخارجية. يعني أنا لو أقمت خط كده بلاقي فيه زاوية بين الخط ده اللي هي على الوجه ده والوجه التاني، هنا هلاقيها تقريبا حوالي قد ايه؟ 90 درجة، هي دي اللي بيسموها الزاوية ايه يا جماعة؟ الزاوية ما بين وجهية أو interfacial angle. اللي احنا اتكلمنا عليه دي اسمه ايه؟ الخواص الخارجية للبلورة. طيب علشان خاطر العلماء او دارسي علم البلورات يقسموا البلورات او يصنفوا البلورات الى انظمه مختلفه، ابتكروا حاجه اسمها المحاور البلوريه. اسمها يا شباب المحاور البلوريه والزوايا ما بين المحاور دي. المحور البلوري ده محور تخيلي بيوصل ما بين وجهين او ما بين مركز وجهين. فقالوا ان في عندنا خمس انظمه هتعتمد على ثلاث محاور بلوريه، بمعنى ان البلوره دي لها ثلاث ابعاد صح؟ ده بعد وده بعد وده البعد الثالث، فحطوا لها كم محور بلوري؟ ثلاث محاور بلوريه، وقسموا خمس انظمه بتعتمد على ثلاث محاور بلوريه او ثلاث ابعاد، ونظامين بيعتمدوا على اربع محاور بلوريه. تعالوا نبصوا على الثلاث انظمه الاولانيين من الخمس أنظمة اللي بيعتمدوا على إيه؟ على ثلاث محاور بلورية.
قال لك ان المحور الرأسي دايما بيسموه محور سي. هنجيب الشكل ده كده ونقول اسماء المحاور عليه. المحور الرأسي يا جماعة بيسموه محور ايه؟ محور سي. المحور الموازي لدارس البلورة بيسموه محور بي. المحور العمودي على دارس البلورة بيسموه يا شباب محور ايه. المحاور ديت فيما بينها زوايا محورية. الزاوية المحصورة ما بين المحور A والمحور C بيسموها زاوية بيتا. بيسموها ايه؟ زاوية بيتا. الزاوية المحصورة ما بين ال B وال A بيسموها زاوية جاما. الزاوية المحصورة ما بين ال B وال C بيسموها زاوية ألفا. يبقى احنا كده عندنا كام زاوية؟ ثلاث زوايا وثلاث محاور بلورية بنعتمد عليهم في الأساس علشان نفرق الأنظمة البلورية المختلفة عن بعضها. نيجي نشوف المحاور دي والزوايا دي بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموها الكريستالوجرافيك اليمنتس او العناصر البلوريه. فاحنا بنعتمد بصفه اساسيه على العناصر البلوريه في تفريق الكريستال سيستمز او الانظمه البلوريه المختلفه الى سبع انظمه. هنتكلم على اول ثلاثه فيهم. اول نظام في الانظمه دي بنلاقي الابعاد الثلاثه متساويه. الابعاد الثلاثه متساويه فبيسموهم ايه؟ محور A1 اللي هو ده، ومحور A2 اللي هو بيوازي لدرس البلورة، ومحور A3 اللي هو المحور الرأسي. ليه سميناهم A1 و A2 و A3؟ علشان كلهم نفس الطول. النظام ده بيسموه نظام كيوبيك سيستم أو النظام المكعب. والمحاور زي ما انتم شايفين كده متعامدة على بعضها، بتتقاطع في مركز البلورة. ده معناه إن زاوية ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي قد إيه؟ 90 درجة. ده نظام إيه يا شباب؟ نظام الكيوبيك سيستم أو نظام المكعب. لو جينا نطبق الموضوع ده على النماذج او كريستال فورمز المختلفه او اشكال البلورات المختلفه لنفس النظام، هنلاقي ان البعد ده في البلوره ديت زي البعد ده زي البعد الثالث في الطول. ده معناه ان الثلاث محاور ايه؟ بيساووا بعض، يعني ده نظام ايه؟ مكعب. هنيجي برضو نبص على بلوره زي دي كده، هنلاقي ان البعد ده زي البعد ده زي البعد الثالث. ده معناه ان دي نظام ايه يا شباب؟ كيوبيك سيستم او نظام المكعب. برضو في الشكل ده كمان هنلاقي ان البعد ده زي البعد ده زي البعد ده، يعني ده نظام ايه يا شباب؟ نظام المكعبي او الكيوبيك سيستم. ندخل بعد كده على النظام اللي بعده اللي هو اسمه تتراجونال سيستم او نظام الرباعي. النظام ده بيتميز بان انا عندي محورين افقيين متساويين في الطول، يعني البلوره ديت البعد ده قد البعد ده، هما الاثنين قد بعض. فبيقولوا عليهم A1 و A2 متساويين في الطول، بيختلف عنهم المحور الرأسي أو محور C. برضو متعامدين على بعض، يعني الزوايا بتساوي قد إيه؟ 90 درجة. ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بيساوي 90 درجة. ده اسمه نظام التتراجونال سيستم أو نظام الإيه؟ الرباعي. يبقى أنا عندي محورين أفقيين متساويين في الطول، والمحور الرأسي الثالث بيختلف عنهم. اللي هو بيسموه محور ايه يا جماعة؟ محور سي. يعني لو مسكت شكل زي ده كده هلاقي ان المحور ده قد المحور ده في الطول، بيختلف عنهم مين؟ المحور الثالث اللي هو محور سي. كذلك برضو لو مسكتها كده هلاقي المحور ده قد المحور ده برضو، بيختلف عنه مين؟ المحور سي. وده بيسموه التتراجونال سيستم او نظام رباعي. زيها بالظبط زي البلورة دي، بس الفرق ايه؟ هتلاقي ان الطول ده قد الطول ده قد الطول ده، يبقى ده نظام ايه؟ مكعبي كيوبيك سيستم. لكن هنا الفرق فين؟ في ان محور سي اطول من المحورين الافقيين، فبيقولوا عليه التتراجونال سيستم او نظام الرباعي. ندخل بعد كده على النظام الثالث اللي هو اسمه الثرومبيك سيستم او نظام المعين القائم. وده بلاقي فيه ان المحاور البلوريه الثلاثه مختلفه في الطول. هذا محور سي وده محور بي وده محور ايه. لو بصينا كده للمحاور اللي احنا عاملينها جوه هنا هنلاقي ان الاطوال الثلاثه ايه؟ مختلفه، بس برضه لازالوا ايه؟ متعامدين على بعض. يعني الفا بتساوي بيتا بتساوي جاما بتساوي كام؟ 90 درجه. تعالوا نطبق على الاشكال اللي موجوده عندنا. يعني الشكل ده هو ده، يبقى ده نظام ايه يا شباب؟ معين قائم او الثرومبيك سيستم. لو جينا برضه نشوف الشكل ده هنلاقي ان ده محور سي اهوت، وده محور بي، وده محور ايه. الثلاثة مختلفين في الطول، ده أقصر من ده وده أطول منهم، هما الاثنين، يبقى ده نظام ايه؟ معين القائم.
لو جينا نبص للشكل ده يا شباب برضو بصوا كده معايا، هنلاقي ان المحور ده اقصر منين؟ من المحور ده، وده اطول منهم هما الاثنين، يبقى ده ايه؟ معينه قاره. طب تعالوا نقارن البلورات الثلاثه والاشكال الثلاثه القريبه من بعضهم، يعني الشكل ده والشكل ده والشكل ده، الفرق ما بينهم ايه؟ اول شكل اتفقنا ان الابعاد بتاعته الثلاثه او المحاور البلوريه الثلاثه متساويه، فقلنا ده نظام ايه؟ كيوبيك سيستم او مكعبي. الشكل الثاني عندنا بعدين بس متساويين اهمت، فقلنا ان ده ايه؟ تتراجونال او رباعي. الشكل الثالث المحور ده اصغر من المحور ده، واللي هو السي اطول منهم هو هما الاثنين، يبقى ده ايه؟ ثرومبيك سيستم او معينه.